BFM شابو با. الكلام اليوم على ولاد صغير من أعوام عمره الأولى صدق في أحلامه، تشبث بهم وخدم على تحقيقهم. ولاد كان مؤمن أنه بالخدمة كل شيء ممكن، ما يصعب وما يبعد شيء. نحكي لكم على راجل كان يعاون يمن يخدم لروحه أما زاد للمجموعة. الكلام اليوم على شخص لخص معاني رجولية من كرم أخلاق، شهامة، محبة للغير وتفاني في سبيل الآخرين. الكلام على الأسعد الورتاني. تولد الأسعد الورتاني نهار 2 ماي 1980 في حومة شعبية في القروان اسمها نهجس فاقس. في حومة اللعبة الوحيدة المتاحة هي كرة القدم. الأسعد يلعب مليح، يكور، يحب يربح، وعنده روح انتصارية عالية. الورتاني قرر يلتحق بصفوف جمعية جهته الشبيبة الرياضية القيروانية الجيسكا اللي بدأ معاها من الأصناف الشابة. في عمر 12 و13 سنة مدربين كبار سمعوا به، مدربين كيما خميس العبيدي اللي كانوا يتنقلوا خصيصا باش يتفرجوا فيه ويتنبؤوا له بمستقبل كبير. واصل الأسعد مع الشبيبة اللي كانت وقتها تلعب في الدرجة الثانية للبطولة. ومن حصص التمارين الأولى الأسعد الورتاني كان مختلف على بقية أصحابه. في عمر 17 18 و19 سنة الزقو كيما يعيطوا له أصحابه والجماهير كان متفوق في قدراته الجسمانية واندفاعه البدني الكبير. في مركز تكوين الشبان بالقروان كان يسجل في أفضل الإحصائيات الجسمانية والتقنية على الإطلاق. 1999 يلتحق الأسعد بصفوف أكابر الجيسكا وين زادت شهرته وذعسيته بين الجماهير. الناس الكلها تجي تتفرج في الزقو، لعبوا الخرق للعادة، كراته الثابتة وإقدامه في الميدان وعينين محترفي كرة القدم الكل ولات عليه. 2001 ولد القروان يتنقل للباردو وين يقدم 3 سنين ممتازين مع الملعب التونسي، فيهم يتحصل مع فريقه على كأس تونس. وفي نفس العام الأسعد يتألق في الألعاب المتوسطية مع الفريق الوطني للشبان اللي يتحصل معه على الميدالية الذهبية للدورة. تتويج يمكن الورتاني في عمر 20 سنة أنه يدخل للمنتخب الوطني للأكابر من الباب الكبير. لكن هذا الكل ما بعدش الأسعد الورتاني على حلمته الأولى. عينيه ما زالوا على فريق هزوا في قلبه من اللي صغير، عشقة سكنت فيه، حلمة عاشها عينيه محلولة اسمها فريق باب جديد، النادي الإفريقي. 2004 الأسعد الورتاني يثبت أنه الخدمة تجيب، أنه الإيمان يوصل، وحتى شيء ما يبعد وقت العزيمة تحضر. يلتحق الزقو فريق قلبه النادي الإفريقي. مع ناديه بخدمته تفانيه على الميدان أخلاقه العالية يستحق شارة القيادة بامتياز. الكابيتانو كما يحبوا يسميوه جماهير فريقه خذي على عاتقه مهام تحفيز الفريق، دفعهم إلى الانتصار في كل المقابلات. جرينتا وحب انتصار وعزيمة زرعها في كل أصحابه اللي معاهم يوصل نهائي كأس تونس 2006. موسم آخر يفهز جو بحسرة كبيرة، موسم آخر من غير تتويج. لكن الورتاني كان مصر على صنع الفارق، على النجاح والتألق. سره الوحيد الانضباط والخدمة. 2007 ومع قدوم المدرب عبد الحق بن شيخة تبنت ثقة بين المدرب الجزائري وبين قائد الفريق. بن شيخة اللي قال عليه في واحد من حواراته: عمركم شي سمعتوا بملاعب يقول للمدرب قبل الماتش اطمان كوتش، الطرح هذا يمتعنا. هكا كان الأسعد الورتاني. ويجي موسم 2008، موسم كبير عداه الورتاني مع فريقه، كان فيه هداف من طراز عالمي، تحكم وسيطرة في الميدان، قيادة الزملاء وتنظيم لصفوفهم، كرات ثابتة غيرت مجرى عشرات المقابلات. الأسعد الزقو الكابيتانو يقود النادي الإفريقي اللقب غاب عليه سنين، بطولة تونس لكرة القدم 2008. موسم متميز يكمل الورتاني بتتويج مع فريقه بكأس شمال إفريقيا للأندية البطلة. وفي 2009 الأسعد الورتاني قرر مغادرة النادي الإفريقي. فريقه هبله كل شيء، ساعات تمارين من غير حصر، تفاني في خدمته على الميدان، توجيهات الزملاء ودفاع على حقوقهم داخل الميدان وخارجه، انضباط قليل وجوده. قرر يخرج من الباب الكبير ويغادر ويلتحق بالترجي الجرجيسي. لكن في مقابلة أولى تجمعه بناديه السابق وبرغم حرفيته الكبيرة إلا أنه مع هتافات جمهور الإفريقي، تحياتهم ليه، تهليلاتهم باسمه، عاطفته تتغلب عليه. الورتاني يطلب التغيير، يغادر الميدان، ما عادش ينجم يدافع على ألوان جمعية وقلبه مازال مع جمعية أخرى. وهكا ينهي تجربة مع ترجي جرجيس دامت أشهر قليلة. ياخو الورتاني راحة صغيرة قبل ما يقرر الالتحاق بصفوف جمعيته الأم الجيسكا اللي غادرها لتجربة احترافية. توصلوا الفريق النهضة السعودي في خطة مساعد مدرب لجلال القادري. كل هذا على خاطر الورتاني كان يحلم أنه نهار يرجع كمدرب في صفوف فريق قلبه أحلامه النادي الإفريقي. كان يسارر الأقرب ليه أنه مستعد يبدأ مع الشبان الأشبال
المهم يدافع على ألوان الإفريقي. نهار 3 جان في 2013 الورتاني يرجع لتونس من السعودية على الخطوط المصرية في طيارة نص نهار و 35 دقيقة. يرجع خطر توحش عائلته، أحبابه، أصحابه وجمعيته. وفي صباح 4 جان في 2013 لسعد وقبل ما ياخد طريق السيارة رجع لداره لعائلته، قاعد يحوس في تونس اللي توحشها. يقف قدام البارك وياخوله صديقه تصويرة قدام أكثر مكان حبه في حياته، وما كانش يعرف أنها باش تكون صورته الأخيرة. ساعات قليلا بعد يتعرض لسعد الورتاني لحادث مرور يودي بحياته. غاب الورتاني عن الحياة، هذيك مشيئة الخالق. لكن الزقو عمره ما يغيب من ذاكرة الملايين. حبوا فيه الملاعب القوي، الإنسان الطيب والكريم والحقاني والخدوم، الكابيتانو عمره ما يتنساه. بروحه الانتصارية العالية، توجيهاته وخوفه على مصالح زملائه اللي كان يعتبرهم عائلته. لسعد الورتاني عمره ما يغيب من عند جمهور نوادي كل الفرق اللي لعب فيهم. هو اللي كانت جنازته تأكيد أنه ذكرى اللاعب الفذ والإنسان الخلوق تتعدى وتتفوق كل ألوان الجمعيات. جنازة كانوا حاضرين فيها الألاف لتشيع لسعد ولتوديعه للمرة الأخيرة. توفى لسعد الورتاني، لكن في حياته أثبت أنه الخدمة، التفاني، الإيمان والإصرار والانضباط يصنع أكبر النجاحات، وأثبت أنه التواضع، كرم الأخلاق، البساطة يصنع الأساطير. الكلام اليوم على زكو الكابيتانو لسعد الورتاني. للي ما يعرفوش أسمع منا، هذوما ولاد البلاد، هذوما اللي بناو البارح، هذوما اللي اليوم قدوة، الأحلام غدوة. شابوبا لسعد الورتاني. يفهم شابوبا.